لك شو يعني ما في مخدر؟ دبروا واحد وبلشوا بالعملية. أخي حسني بتفهم الشباب، ما بيدخلوا مريض حتى حالة إسعاف. تأمر تركي بيك. شو صار شباب؟ حكولي الوضع. مين طعن مراد على مدار؟ عبد الحي. معقولة هيك شغلة يا عمران؟ ومين قوص عبد الحي؟ المعلم بيماتي. معناتها منصير ندخل الغرب على المشفى وما مندخل الرفقة؟ معقولة هالبهدلة هي؟ لازم ندخلك على العملية. أنا فيني أتحمل. بالأول عبد الحي. معلم ما فيها أول ما أول، أنت بالأول وبعدين منفكر بعبد الحي. لا مو بعدين بماتي، أنا عم بقدر أحكي وعم بقدر أتنفس، حالته أخطر. معلم أنا ما قصدت هيك، خلي عمليتك تبلش وبعدين منلاقي له طريقة. بماتي أنت قوصت عبد الحي، روح انقذ حياته. بس عبد الحي طعنك إلك، قوصته لإنقذك. الدكاترة رح يعملوا اللي بيقدروا عليه، بترجاك لا تعاند. تركي وين هدول المخدرين؟ شغلة مانا معقولة، كلهم صار عندهم أعذار. يعني لولا إنه الشغلة طارقة كنت بقول إنه فيها إنا فيها. لا توثقوا بحدا، اختاروا الأطباء بعناية. في ناس بالدنيا ما نطلع من غرفة العمليات. ما بدي تخدير عام، تخدير موضعي بيكفي. سيد مراد يمكن ما تصير هيك. بتصير تركي، بتصير. ليش واقفين هيك؟ دخلوا العملية. انتوا دبروا للمخدر يا ممرض بسرعة. تركي بيدبر واحد لعبد الحي. روحي شوفي اجى المخدر. لا تخلوني اعمل عملية للزلمة بهالحالة. حاضر استاذنا. في دكتور جاي على الطريق قرب يوصل. اتصل مرة تانية. انت واثق بالكل؟ كلهم من كوادر المشفى، لا تشغل بالك. الو دكتور وين صرت؟ ماشي عم نستناك. وين هو هلا؟ دقيقتين بكون صار هون. عم تسألني اذا موثوقين اخي؟ في حدا موثوق اكتر من عبد الحي؟ بس البني ادم ما بينعرف. تركي لا تقتلني من قهري، روح على شغلك. بطعنة عبد الحي لمراد بالسكين بلش ميماتي كمان يطلق النار عليه، اثنيناتهم تلقحوا هون. كم رصاصة أكل عبد الحي؟ تنتين. وين صابوه؟ جوهر أنت شفته. واحدة بظهره خالي والتانية ما بعرف. لوين كنت عم تطلع لكان؟ هلأ أنت شو بدك وين صابوه؟ المهم صابوه بشي محل. مات ولا ما مات؟ أنت تطلع على هاي. ما بدي إياه يموت. مراد لازم يموت، عبد الحي ما لازم يموت. يا كبير دكتور عم يستنوك بالعملية، استعجل شوي. الشباب شرحوا لي الوضع. تفضل. وانتو شو عملتوا؟ دخلنا واحد من عناصرنا كمخدر على العملية سيدي، ورح يكون موجود بعملية عبد الحي.
أحمد خليه ينجح بهالشغلة بدون ما يكشف حاله. بعد ما يقتل عبد الحي خليه يقتل مراد. أنا أعطيته هالتعليمات سيدي. برافو أحمد، أحمد الصح. ما بدي غلط، حساب حسابك. طلب لي شاي. حاضر. بسرعة حضروا كيس دم. حاضر. يلا يلا عجلك شوي. دكتور أنا المخدر. شكرا. خلينا نبلش بسرعة. من نايمه. تفضل هاي الجرعة. مريضنا عمره 35 ووزنه 75. نقدر نبلش؟ تفضل، المريض إلكم. مشرط. لوين مرت عمي؟ خير في شي؟ اتصل حكمة بنتي، جيرو حالته تعبانة شوي ونحن رايحين نشوفه. يا الله. لا تخافي بنتي، الولد ما في شي، منشوفه ومنرجع. ليش عم بتخبي الحقيقة يا مرة؟ المرة حامل، يعني منخبرها هيك فجأة؟ ساعتها من التلفزيون بيكون أحسن؟ لبين ما يطلع الخبر بالتلفزيون بيكون طلع من العملية، نتصل فيه ومنقلها. وبدل ما تسمعني حكي دعي له يا رجال. يلا. الله أكبر. لك يلا. أخي ميماتي، إذا في قاتل بالمجموعة بيكتبوا اسمه هون؟ بإيدي قائمة يلي بدي أقتلهم إذا صار شي على عبد الحي يا تركي. الكل بدهم يتصرفوا على هالأساس. اللي شو وضعه؟ منيح؟ طمن، ما في أذى كتير. وقفنا النزيف وعم نسكر الجرح. بعد كم ساعة بيوقف على رجلين إن شاء الله. إبري. حاضر. Getirdin. Çok çabuk bastın o butona çünkü. Evet, 4 numara. Burada sizin...
Çankaya Köşkü'ndeki üçlü zirve saat 11'den bu yana devam ediyor. انت شو لك شغلة هون؟ الجو مخربط شوي لهيك جيتك معلم. شو يلي صار؟ عبد الحي طعنه لمراد. ها؟ أمي ماتي قوص عبد الحي. ماتوا؟ اثنيناتهم بالعمليات وعبد الحي وضعه خطير. بما انه عبد الحي طعنه لمراد معناتها مراد ما امره يقوصني. لا يا معلم، اسكندر امر عبد الحي بهالشي. سافل سيد داود، نحن لازم نطلع من هون. ليش؟ هاي المشفى ما بقى فيها امان. بما انه مراد وعبد الحي بهالحاله اللي رح يحاولوا يقتلون كتار. ايه، والجاي لهون اكيد رح يمر عليك. اللي وينه اسكندر؟ تفضلي. يلا بعت لي رجالي. شو اللي عم يصير؟ عادي من الأول. إنجي، لازم تزوري أبوكي بالمشفى. ليش؟ لو سألتني بنتي نفس السؤال كنت انزعجت منها كتير. عم بسأل لأعرف ليش. بدي إياكي تدخلي زلمتي لهنيك وراح يروح معك كأنه حارسك الشخصي، وهو بيعرف شو يعمل، وانتي بتشوفي ابوكي وبتطلعي. شو بده يعمل رجالك؟ بده يعطي دم لمراد. شو بده يعمل؟ بده يقتله. شلون بترميني على هيك خطر؟ ما في خطر ابدا اكبر من حبي لإلك. ادخل. وينو ابني هلا؟ عم عمر بتروحوا تتبرعوا بالدم؟ منروح سيد حسني، ابني لسه ما طلع من العملية. على وشك يطلع. الدم مو مشان معلم مراد، مشان عبد الحي. أنا ما بعطيه دم. ابني دلنا وين؟ دلنا. تفضلوا يا مرة. شلون الضغط؟ مرتفع شوي بس مو مهم، تقدر تكمل العملية. أعطيني ملعقة. لازم أمسك الوريد النازف. Thank you.
بتدخلوا ولا واحد وما بتخلوا حدا يقرب حتى لجنب المشفى. خبروا الشباب كمان، الكل يفتح عيونه. عملية معلم، كم ساعة صار له؟ صار له ساعتين. وينه ميمادي؟ عم بفتش المشفى معلم. ومين في جنب عبد الحي؟ المعلم تركي. روح ابعث لي ميمادي. تكرم عيونك. المعلم مراد بده اياك. امتى طلع المعلم؟ ليش ما بتخبروني؟ كيفك معلم؟ ميماتي أنا ما قلت لك واقف جنب عبد الحي. لا يهمك معلم، كل شيء تحت السيطرة. عم تدور هون وهون، كيف تحت السيطرة؟ شو بعمل معلم؟ شو أنا دكتور لأقعد جوا؟ بكفي تركي جوا. طيب ماشي معلم. هاتيدك معلم. شو عم تعمل؟ رايح على غرفة العمليات. بلاها معلم إذا بتريد. خلص أنا بروح بقعد فوق راسه، دخيلك ارتاح هلا. أنا ما فيني شيء. خذي وهاتي البنز. مو هلا طلعت من العملية؟ شو جابك لهون؟ كيف وضعه لعبد الحي؟ نحن بنعطيك المعلومات سيد مراد، انت ارتاح. قلت كيف وضعه لعبد الحي؟ طالعنا الرصاصة الأولى والتاني بمحل صعب. إذا بتبقى هيك على رجليك عبد الحي رح يعيش وأنت لا. طيب رح أقعد. يلا لكان. أنتوا طلعوا ميمادي بلا ما تعملوا هون زحمة. ماشي. هلأ بينزل جرحك. ما بيصير شيء استاذ، إذا بده يبقى خلينا نشوف له الجرح. أنقذوا عبد الحي بيهدى وجعي. ليش راسك عم يوجعك ماما؟ ما بعرف بنتي،
طيب أخذتي دواكي؟ أخذته بس ما هدي. يلا نروح على المستشفى لكان. لا بنتي ما في لزوم، هلأ بيروح. ما في شي بيروح بكلمة بيروح. أهلين حكمت. وينه بابا عمر؟ شلون وين؟ ما راحوا لعندك؟ لا إجا لعندي ولا شفته. كيف؟ صار شي على مراد. هدي حالك. تعالي عدي. تعالي. تعالي. خلاص بنتي خلاص اهدي. أعطوني خير. نزف ما عم يوقف. شو وضع الضغط عندك؟ منيح استاذ. شكله منخفض. طبيعي استاذ. نقدر نكمل؟ اذا نزل الضغط اكثر نتصرف، يمكن يصير شيء. هات الملاط خدي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي، لا لجوء إلا إليك، ولا عونا إلا عونك. أنت الرحمن، أنت الرحيم، أنت صاحب الرحمة. أنقذ أحبائك، أنقذنا واعف عنا. أنت الحي ومانح الحياة، أنت الشافي ومانح الشفاء. يا رب احمي أولادنا وامنحهم قوة وصبرا كبيرين تمكنهم من العمل في سبيلك. يا رب أنت قلت: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن عقولنا لا تستوعب هذا. قدمت لنا أكبر بشارة بفضل كرمك العظيم، وبفضل عظمتك ننتصر بموتنا أو بحياتنا الفانية. يا رب ألطف بنا واحفظ قلوبنا يا ربي، وامنحنا قوة الصبر عندما تلحقنا الهزيمة، ولا تنسنا اللجوء إليك في كل الأوقات الصعبة يا ربي. امنحنا شخصية، وامنحنا وعيا يجعلنا نعرف أن النصر من عندك والهزيمة من عندنا. آمين. أرضى منزل، أعطيه إبرة. شو صار؟ عفوا. يلا بسرعة بسرعة. مين انت؟
انت ولا شو عم تعمل؟ انت زلمة مين؟ قلت لك احكي. هنن هددوني بقتل ابني. نادولي بماتي بسرعة. عم نخسر المريض. خدوا استجوبوا. امشي. ما منحسن نخلص العملية بدون مخدر. كملوا انتو، انا رح دبر لكم مخدر. على الغرفة سيد مراد؟ مين هاد؟ هذا معالج فيزيائي. تعال معي. انت بس قلي عشو عم تدور؟ عن اي شخص ما يكون زلمة حدا من اعدائنا. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخيرات دكتورة. وافي، مين هي؟ الدكتورة نايا من دكاترة الإسعاف. نايا بدك تجي معنا، في عنا وضع مستعجل. أنا ما فهمت عليك. دخلتي على عمليات من قبل؟ إيه دخلت. طيب كتير منيح. تركي خود من إيدها. احكي مثل الخلق. ولا المخابرات طلبوا مني اعمل هاي الشغلة. مين قصدك بالمخابرات؟ قال لي انه اسمه ألبير. بدك تفرجيني السلمة. امشي. امشي ولا بهالوضع. لو قدر عبد الحي خلص لنا الشغلة ما كان ضل عنا مصيبة اسمها مراد. هي بعرفها. شو رأيك من هون وهيك؟ مراد لازم يموت. اللي شو هي خطتك لبعد ما يموت مراد؟ شو يعني شو خطتك؟ لما بيكون الرأي العام عم يشتغل بموت مراد، أنا بدي نظف الشهود السريين واحد ورا التاني.
وانتو بدكم تنطفوا لي ملفي. ومن اللحظة اللي بطلع فيها براءة بدي اجمع كل شبكات المخابرات بالبلد واترأسها كلها. نحن مو هيك اتفقنا؟ فيلر ما عم بيأيد قضية الشهود السريين. ما بده يأيد لا يأيد. من إمتى كان الموساد يستنى الإذن من أمريكا؟ عأساس أنتو طفلون المدلل وأبوكم بيعمل اللي بدكن إياه. بتعرف الأمريكان ما عم بيفكروا بالفوتة على إيران أبداً؟ قال هنن ما بدهن يوسعوا الجبهة على الإسلام والمسلمين، بس نحن بدنا نعمل كل شي بيطلع بإيدنا لحتى ندخلهم على هالجحيم. لهيك نحن مضطرين كتير إنه نسايرهم. أنا ما بفهم بالمسايرة وغيرها. كل همه لفيلر يخليني هربان ويضعف قوتي حتى يقدر يمحيني. أنا مرقتها هاي المرة بس ما رح مرقها مرة تانية. خالي ليش اجى الاصلاع؟ خد القهوة، خدها وحطها قدامه واسأله. ليش عم تسألني؟ أنا ما بحبه، ليش لأسأله؟ ولك إذا ما سألت ما بتعرف. في شي خبر من المشفى؟ حالياً الاثنين لساتهم عايشين. خالي اسكندر بعت ورا الأصلع ليسألوا عن وضع مراد شي؟ معناتها ليش بعته؟ جمهري، وقت اللي كنت ولد لعبت برمي العصي؟ ايه لعبت كتير خالي. ايه وشو كنت تعمل لما ترمي العصاية؟ هيك كنت انقرا بالعصاية. ايه اتنط بالهواء وبعدين بقول يلا اضربها بعصم وهيك بتروح على الوادي. وهلا بدك تعتبر اسكندر هو العصاية الصغيرة. وقع على الأرض نكشوه بالأول مشان ينط، وبعدين بدهم يضربوه هديك الضربة بالعصاية الكبيرة. خالي أنا لما كنت أضرب العصاية تيجي بعين واحد أو تفجلها شي راس. أنت ما بتتفرج على التلفزيون؟ عيون العالم وروسها مجرحة. الأصلع عم يعمل مثلك هلأ. شو عم يعمل خالي؟ جمهري أنت خليك مثل ما أنت ولا تعمل طريقك على العدلية. الأصلع عم يلعب قدام العدلية بالعصاية ولا سمح الله بتروح عينك أو غير شغلي. طالما شفت الخبر بالتلفزيون ليش لا تروح على البيت؟ كنت على هون. أمي أنا رحت مشان إذا سمعتوا ما تتلبكوا، خربت الشغلة كلها. يا ريتكن خبرتونا، كنت بحكي لها بأسلوب مناسب. سكي الوريد يا بنتي عم يفلن. ما بقدر أستاذ. سكي خايفة أستاذ، ما عم بحسن. أنا بقدر ساعدك أستاذ. تعالي يا بنتي. برافو يا بنتي برافو. تعالي بنتي، ممكن تخبرنا سيد تركي؟ منيح منيح، مراد منيح كتير. شفتي بنتي؟ على أساس ما عم يدخلوا حدا لعنده. شفته مرت عمي، بما أنه مراد منيح ما في لزوم استنى هون لأعرف وضع عبد الحي. أنا رايحة.
10 دقايق ومنخلص. خلونا نسكر الجرح، اعطونا خيط ربط. نادوني بماتي لهون. نعم معلم. زلمة مين طلع هاد؟ معلم عم بيقول ألبير. طيب واجهه مع ألبير ميماتي. حاضر معلم. ميماتي أنا لازم أتمدد شوي، أنت خليك هون ماشي؟ ماشي معلم. الخطر ما راح ميماتي، الخطر الحقيقي هلأ بلش، انتبهوا منيح. أنت لا تشغل بالك. ست انجي تدخلي على المشفى انمنعت للضرورة. انا ماني جاية على المشفى، جاية لعند ابي. ماشي رح دخلك وحدك بدون حارسك. بعت لي تركي. خبروا سيد تركي. حاضر سيدي. وين كنت بغلط؟ معلم المشفى كلها تحت المراقبة لأسباب أمنية. دورت على طريق طالعك منه من دون ما حدا يعرف. ولقيت؟ ايه لقيت. تفضل لنطلع. سيد عم يقول ما بيدخل حارسي الشخصي. المشفى جوا مأمن كتير ست انجي. ومكتب مراد على مدار كان هيك. بترجاكي هلأ مو وقت نقاش، نحن هون عم نشتغل برواحنا. وأنا بدي اطمن على بابا ضروري. إذا الأخ معه سلاح يتركه ويفوت، وهو طالع بياخد سلاحه من السيد عابد. سلمه.
عفواً إذا ممكن بدي أشوف جزدانك. لا مو ممكن.